أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تفقده العديد من المصانع بمدينتي العاشر من رمضان والعبور يعكس مدى اهتمام الدولة بالصناعة وتشجيع القطاع الخاص. الاستثمارات الأجنبية المباشرة اللي داخلة هي تعي تماماً هي بتحط استثماراتها فين، واللي حضراتكم شفناه النهاردة يا إما استثمارات جديدة خالص زي المصنعين اللي تفقدناهم في بداية الجولة في العاشر اللي هم مصنع هاير الصيني ومصنع بيكو التركي، ودول على فكرة من المشروعات اللي خدت رخصة ذهبية وفي خلال أقل من 6 شهور حضراتكم شفتوا المصنع طلع وبيتكلموا على بدء الإنتاج في شهر فبراير ومارس الجاي، يعني في أقل من سنة المصنع هيكون بيشتغل وبينتج وبيصدر، وبيتكلموا الاتنين على حاجة مهمة جدا، هو مش واخد مصر علشان يعمل مصنع لمصر، ده بيعمل مركز إقليمي لمنتجاته تخدم على الشرق الأوسط وأفريقيا كلها، وده ما كانش ممكن يتحقق إلا إذا كانت الدولة مركزة معاهم، بتذلل لهم الصعوبات، بتطلع رخصة. بتابع على مستوى أسبوعي مع السادة الوزراء ورؤساء هيئة الاستثمار والجهات موقف تنفيذهم على الأرض، وهم ده اللي بيقولوا لولا اللي احنا خدناه من دعم من الدولة المصرية مش ممكن ان احنا كنا نخلص بالسرعة دي، وبقينا بنتكلم معاهم على منتجات جديدة. تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عددا من المصانع بمدينتي العبور والعاشر من رمضان، وخلال افتتاح مصنع جانجون فارما مصر للصناعات الدوائية أكد مدبولي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة استمرار العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات المختلفة وبخاصة الصناعات الدوائية الحديثة. وخلال جولته بمدينة العبور تفقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصنع الشركة الألمانية اللبنانية لصناعة الدهانات، واستمع رئيس مجلس الوزراء لشرح حول منتجات المصنع، حيث بلغ إجمالي استثمارات المصنع 2.5 مليار جنيه. وفي مستهل جولته بالعاشر من رمضان تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مجمع هاير الصناعي الصيني الصديق للبيئة بتكلفة استثمارية تقدر ب 135 مليون دولار. تطلق وزارة التعاون الدولي تقرير المتابعة الأول من المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك من خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى تنعقد غدا بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية. يتضمن التقرير تفاصيل تطور جهود العمل المشترك والتنسيق بين شركاء التنمية متعدد الأطراف لتنفيذ تعهدات البرنامج الذي يستهدف حشد استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية بقطاعات المياه والغذاء والطاقة. في أسواق البترول العالمية قفزت أسعار النفط منتعشة من أدنى مستوياتها في 4 أشهر مع تلقيها دعما وسط جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأمريكية على بعض شاحن النفط الروسي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بما يعادل نحو 4.1% إلى 80.61 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.1% إلى 75.89 دولار، وصعدت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.17% لتصل إلى 2.7 دولار للتر، في مقابل تراجعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3.33% لتسجل 2.96 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ذكرت المنصة الإعلامية يور أكتيف المتخصصة في الشؤون الأوروبية أن المفوضية الأوروبية قدمت سلسلة من التدابير لتيسير توظيف الرعاية من خارج البلاد والاتحاد الأوروبي في الشركات الأوروبية من أجل تعزيز
طرق الهجرة القانونية ومساعدة الدول الأعضاء على التعامل مع المهارات ونفس اليد العاملة. ووفقا للمفوضية فإن هذا الاقتراح يتماشى مع جهود الاتحاد الأوروبي للتغلب على التحديات المرتبطة بالاعتراف بمؤهلات مواطن الدول الثلاثة والتي غالبا ما تشكل عائقا أمام الهجرة القانونية.